السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي اليوم جوج وجبات لأن الناس اللي عندي في الدار شي باغي سباغيتي وشي باغي طاجين. هاد الحمال اللي عندي غادي نقسمها على جوج، غندير منها في الطاجين وغندير منها في سباغيتي. عندي اللحم وعندي الزيت اللي غنقسمه على جوج ما بين الطاجين وسباغيتي. هادي ديال سباغيتي، 4 مطيشات وبصلة ومعلقه كبيره ديال مطيشه والفرماج والسباغيتي. اما العطريه نفس العطريه اللي غنقسمها عليهم بجوج، الملح، خرقوم عرق، الابزار، القزبر ومعدنوس. الخضره اللي عندي هنايا ديال الطاجين، عندي مطيشه وحده، عندي قرعه وحده، جوج خيزويات، بصله وحده، فلفله وحده، ولفته وحده. هادو غادي يمشيو في الطاجين. هاد المطيشه هادي قبل ما نصب بها الماكله ديال السباغيتي غادي نطحنها او نحكها هي والبصله ونخلط معاهم مطيشه الحك. مطيشه اللي كانت عندنا ديال السباغيتي فاش كنحكوها هي والبصله ونخلطو معها مطيشه الحك كتجينا على هاد الشكل. هاد الشكل. دابا غنشدو هاد المطيشه غادي نقليوها ونصوبوها بالتوابل. انا غنوريكم نص كاس ديال الزيت، هانتوما شفتوا نص كاس هو اللي درتو في لاصوص، ونص كاس الاخر غنخليه في الطاجين. الحيمات اللي قسمت غندير هاد الحيمات هما اللي غادي ندير في هذا، قرطتهم هما هادو. والحيمه وحيده اللي غندير في الطاجين، غندير الحيمه وحيده في الطاجين، والحيمات اللي قطعت هما هادو غادي يجيو هنايا في الكوكوط. شويه الملح كيف ما العاده، دائما بالمقدار على حسب الذوق. راس المعلقه ديال البزار، الخرقوم عرق لانه مفيد كنكثر منه شويه، انا من النوع اللي ما كيقليش الماكله، انا ما كنقليش اللحم ما كنقليش، يعني ديريكتومون كنبدا نطيب. نزيد لاصوص، ما كنديرش الماء حتى كتنشف هاد مطيشه هادي. كنخلط الكل وكنشعل البوطه وكندير العافيه مهيله وكنخلي ديك العصاره ديال اللحم انها تخرج وتروي لينا ومع مطيشه، ونخليها كطيب حتى كتطلق داك الماء ديالها، وسنعود ان شاء الله. داك شويه الزيت اللي كاين كنخويوه، كنديروا اللحيمه حيت هاد الطاجين غادي ياكل فيه واحد هو اللي بغى الطاجين. كنخلي العطريه كلها حتى كنديرها من الفوق، ما كندير مع اللحم والو. كنستف الخضيره، نحط الخضيره في الطاجين لتحت، خيزو، وندير البصيله، بهذا الشكل هذا. وكل كيدير بالشكل اللي بغى. كندير الفيتات هنايا جوج، هي الفيته وحيده وقسمناها على جوج. كندير القريعه، بهذا الشكل هذا. كندير مطيشه، بهذا الشكل هذا. وكندير الفليفله حيت كنبغيها تبقى شويه صينه ما تذوبش، فليفله حلوه كنبغيها تبقى صينه بهذا الشكل هذا، باش يكون المنظر ديال الطاجين ديالنا فيه الخضوره، فيه حاجه بيضاء، فيه شي حاجه حمراء، ملون يعني بحال شي زربيه. كيجي بحال الزربيه، بحال شي لوحه.
غادي الطاجين ديالك كندير العطريه من الفوق. علاش كندير العطريه من الفوق؟ العطريه الا درتيها في الطاجين لتحت الطاجين كيحرق، والطاجين من طبعه الا جهدت عليه العافيه في ساعه كيحرق. لهذا كنخلي العطريه كنديرها من الفوق، كندير المليحه وندير التوابل كامله اللي عندي. عندي الابزار وعندي الخرقوم عرق، هادشي اللي كندير. وزيت العود بطبيعه الحال كنطيب بزيت العود، لان زيت العود انا كتعجبني في الطياب، كتزيد تلدد وكتعطي نكهه خاصه للطياب. هادشي اللي كنديرو هكا من الفوق، ما كتحرقش ليا العطريه لانها غادي تشد في الطاجين، كتبقى الفوق وكتبقى كتهبط على ديك اللحيمه وكتهبط على ديك الخضره من الفوق. وانا كنطيب، وانت سيداتي تنتي الا كنتي كطيبي تلدي وتمعني وشوفي لوحه في طيابك. وكندير ربع كاس ديال الماء لان الخضره غادي تطلق الماء بطبيعه الحال. كيغلى غادي نديرو فيه سباغيتي، غنديرو فيه سباغيتي وخلينا الربع ديالنا ها هو، وخلينا الفرماج ديالنا ها هو. الربع والفرماج ما غادي نديروهم حتى الاخر، غنديروا شويه في الطاجين في الاخر، حيت انا الربع ما كنبغيش يكون كحل في الماكله. كل واحد شنو كيدير الاذواق، بحال دابا الطاجين كنبغي فيه ديك الربيعه تجي خضره من الفوق عاطيه اللون، والسباغيتي حتى هي كنبغي فيها تجي ديك الربيعه خضره من الفوق. دابا هاد الماء انا غادي نرمي فيه نص كيلو ديال السباغيتي باش تسلق. فوالا، وغنخليها تسلق. وفاش غادي تسلق وتصوب وتقاد ولا صوص راها كطيب، والطوجين ديالنا فوق البوطاطا هو فوق العافيه كيطيب، ولنا لقاء ولنا عوده من بعد. رحيم على بركه الله، السباغيتي ديالنا ها هي وجدات، جبدناها تسلقات طيبه مزيان باش ما تلصقش لينا بين ما حضرناها بين ما درناها في الطبسيل ديال التقديم. كنديروا عليها زويته، وهنا عاد باش كندير القزبر ومعدنوس وكنخلطها وكنخليها حتى توصل الوقت ديال باش نحطها في الصحن ديال التقديم. كنخلطها بهذه الطريقه هذه وكنخليها، لان باش كيجي هذا اللون بيض وكتجي هذه الخضوره، يعني كيجي واحد التموج ديال الالوان، كيجي زوين كيجي زاهي كيف ما كيقولوا، لان فاش كنبغيو نعبروا على الالوان الزوينه كنقولوا زاهيه. بهذه الطريقه هذه كنبقى غادي بهذه الطريقه، هي بنينه بنيناها بالملح، دابا غادي تبقى لينا الصحن ديال التقديم كيف ما كيقولوا. فاصل ونواصل. هذا هو الطاجين ديالنا كمل، دابا غير يوكح شويه ونطفي عليه البوطا. طياب تقليدي ديال زمان ديال الفخار. كنتمنى كل حاجه درتها لكم تعجبكم. الصوص ديالنا هذه ديال السباغيتي هي ما شاء الله خاطره، ما يكونش فيها الماء باش فاش كنحطوا السباغيتي ما تبقاش تلعب لينا السباغيتي وسط الماء، كتكون خاطره بهذا الشكل. فيها الحيمات طريفات ديال الحيمات على قد الحال، وحنا دابا غادي نحطوها شويه باش غادي نقادو باش غادي نصبو غادي نحطوها ان شاء الله الرحمن الرحيم. الطاجين ديالنا ها هو وجد، هو هذا، هو هذا الطاجين ديالنا بالخبيز ديال الشعير. كنديرو عليها الفرماج، هذا فرماج كوغيير، نديرو القياس، نديرو القياس منكتروش، هذا الفرماج كوغيير. فوالا، ها هي سباغيتي. هذه سباغيتي مجرد فكرة، الوقت اللي تبغي تسخنيها سخنيها في الكسكاس، كتسخن مزيان كأنك يلاه طيبتيها،
وما كتحرقش وما كتلصقش، يعني الكسكاس كيسخن مزيان سباغيتي.